مدينة رفح الفلسطينية التي كانت تعد الملاذ الآمن والأخير للنازحين الفلسطينيين من مدن الشمال ووسط القطاع، تعيش هي الأخرى تحت وطأة عدوان المحتل الغاشم الذي يهدف بعملياته العسكرية إلى تدمير الحياة في قطاع غزة بأكمله. مع استمرار إسرائيل في منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتعنتها في فتح المعابر الحدودية ولا سيما معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تبدو الأوضاع في القطاع المحاصر كارثية بل أقرب إلى الجحيم. مدينة رفح الفلسطينية التي كانت تعد الملاذ الآمن والأخير للنازحين الفلسطينيين من مدن الشمال ووسط القطاع، تعيش هي الأخرى تحت وطأة عدوان المحتل الغاشم الذي يهدف بعملياته العسكرية إلى تدمير الحياة في قطاع غزة بأكمله. وكالات إنسانية دولية قدرت حتى الآن أن نحو 900,000 شخص قد نزحوا قسرا من مدينة رفح الفلسطينية جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، وتوجهوا إلى مناطق تستضيف بالفعل أعدادا كبيرة من النازحين وتفتقر إلى أبسط احتياجات الحياة. الأكل الملوث، المياه الملوثة، البيئة الملوثة، فيش طبعا فيش حاجة نظيفة، حتى الأكل مش نظيف لأنه النار حتى بنولعها على مخلفات القمامة، البلاستيك، النايلون، إنه طبعا الحطب غلي. وأنا بتمنى نطلع من هذا المكان، والوفرة كانت كويسة بس ما فيش مجال، يعني مضطرين نضل قاعدين في هذا المكان حتى لو بنعاني. جبرنا على العيش هان جنب الزبالة والقمامة، هذه هاربين من الحرب. رفح طبعا تعرف وش فيها وسع. اثنين، احنا شردين كلنا من غزة، ويا حنموت يا من الصواريخ اللي بيقصفوها علينا جراء الحرب، يا اما من القمامة والزبالة هذه اللي احنا عايشين عندها. مش انا، هاي الاطفال، صور الاطفال، شوف الاطفال عشان العالم كله يشوف انه احنا مظلومين في هالشغلة هذه. احنا كلنا من غزة، وين بدهم يودونا؟ وين بدنا نروح؟ ومنذ مطلع الشهر الجاري تغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي مدينة رفح الفلسطينية، كما احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع عبر المعبرين الحدوديين.